بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أمسية ثقافية من أمسيات البيت الحمصي، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقبل بناء الرسول صلى الله عليه وسلم للجانب الاقتصادي، من المعروف أن المهاجرين عندما وفدوا إلى المدينة استقبلهم إخوانهم الأنصار انطلاقا من قاعدة المؤاخاة بحب وإيثار لم يعرف التاريخ مثلها، لدرجة أن الأنصار استحقوا أن يقول الله فيهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان مما عرضه الأنصار على المهاجرين إضافة إلى أموالهم وممتلكاتهم أنهم عرضوا عليهم أراضيهم، إذ كان الأنصار أصحاب مزارع، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقالوا لا، فقال لا، فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. فبدأت حينها عملية مزارعة كبرى في المدينة المنورة، وأعقبتها حركة إحياء للأراضي الزراعية المهملة وفقا للقاعدة الشرعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. رواه البخاري. كما اشتهرت الكثيرة من الأودية التي انتشرت الزراعة بها في عصر النبوة، منها وادي العقيق الذي كان أهم أودية المدينة وفيه أموال أهل المدينة ومزارعهم. وقد وفد الصحابة الكرام وقد فهم الصحابة الكرام أهمية الزراعة التي حث عليها الإسلام، فانطلقوا مطبقين لهذه التعاليم رغم مشاغل بعضهم الجسيم واستغنائهم. فهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: وقد سئل: أتغرس بعد هذا الكبر؟ فقال: لأن توافيني الساعة وأنا من المصلحين خير من أن توافيني وأنا من المفسدين. وقيل لأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة: أتغرس وأنت شيخ؟ ولا تطعم إلا بعد 20 سنة. فقال: لا علي بعد أن يكون الأجر لي. وكان أبو هريرة يرى المروءة في تلك الأفعال، فقد سئل مرة: ما المروءة؟ فقال: تقوى الله وإصلاح الضيعة. وفي سياق متصل نرى أن القرآن الكريم قد أولى مهنة الزراعة أهمية لافتة، وأورد الآن بعض الآيات التي تلفت انتباه الناس إلى ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه،
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. واليوم بعون الله تعالى سنقف على تفاصيل وافية في هذين المحورين. المحور الأول طبعا الزراعة في القرآن الكريم، والمحور الثاني تطور الزراعة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في محاور مائية. هل النبي صلى الله عليه وسلم حل موضوع المياه، مياه الشرب في المدينة بعد أن ازداد وتضاعف أعداد أهل المدينة؟ هل هو ازداد عدد أشجار النخيل في المدينة؟ هل أحدث النبي بالمجمل صلى الله عليه وسلم قفزة حضارية نوعية في مجال الزراعة؟ في هذا المضمار نستضيف الدكتور عمار الملا، وهو المتخصص في السيرة النبوية بشكل جديد حديث، جزاه الله خيرا. والدكتور عبد الرحمن مؤنس الليثي سيتولى التبيان الزراعة في القرآن الكريم، وبدءا بسبب الظروف القرآن مقدم بكل حال من الأحوال، ولكن بظرف خاص عند الدكتور عمار نبدأ معه. فإلى الدكتور عمار الملا جزاه الله خيرا، فليتفضل. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي الدكتور عبد الرحمن على سعة صدره، وأرجو أن يسامحنا على البدء. فالقرآن كما تفضل أخي أبو عامر مقدم، وهو أهل فضل مقدم أيضا لعلمه وفضله، لكن كما ذكر أخي أبو عامر لظرف خاص يتعلق بالسفر وظروف المسافر لا يملك وقته ولا مكانه، فلذلك طلبت أن تكون البداية عندي مع علمي بفضله وفضل موضوعه مقدما. فالشكر لكم، وأيضا الشكر موصول إلى البيت الحمصي على هذه العناية والتركيز على هذه الموضوعات التي يعتبرها كثير من الناس من النوافل. يعني كثير من الناس عندما تتحدث معه حول موضوعات حضارية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفز بك إلى مكان آخر ويقول لك دعوا هذه الأمور وأبعدوها عن مجال السيرة النبوية، فهذه أمور لها أهلها ولها تخصصها. وهذا الحقيقة سوء ظن وسطحية في قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. بادئ ذي بدء عند الحديث عن هذه الموضوعات، سواء فيما يتعلق بالبيئة، فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالاقتصاد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ندرك الفارق الكبير بين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي كانت عليه المدينة، لا بد أن نذكر المقارنة ونضع التفاصيل الجغرافية حتى يظهر الفارق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وماذا أضاف إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم؟ المدينة المنورة لما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب، فعندما وصلها أصبحت طيبة وطاب بها كل شيء، وكانت مساحتها صغيرة. لما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تعيش فيها بين أحد وعير. هذا أحد يظهر هنا، وهذه صورة جوية. هذا أحد محيطه جبل، محيطه 7 كيلومتر، عرضه 3 كيلومتر، أعلى ارتفاع به 1.7 كيلو متر تقريبا، وهذا جبل عير، والمسافة بينهما
لا تتجاوز 25 كيلو متر تقريبا، هذا من الشمال والجنوب. وأما من الشرق والغرب فالمدينة تحدها حرتان، الحرة حرة واقم وحرة الوبرة تحدها من الطرفين. فأهل المدينة كانوا يعيشون ضمن هذه الفئة ويتناثرون على أطراف الوديان، كما ذكر أخي أبو عامر، ذكر وادي العقيق وهو أحد الأودية في المدينة المنورة وهنا يظهر جليا، ولكن هناك واد أيضا على درجة كبيرة من الأهمية ورد ذكره في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وادي بطحان يشق المدينة من جنوبها ويمشي قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلتقي مع وادي العقيق ووادي قناة، الوادي الثالث وهو وادي قناة. وهذه الأودية الثلاثة في المدينة المنورة يجب معرفتها بشكل جيد عند دراسة موضوعات الزراعة وعند دراسة موضوع المياه، لأن الزراعة كانت تقوم على أطرافها، وما زالت إلى يومنا الحالي هذه المناطق الثلاثة هي منطقة خصب، ووادي العقيق ووادي بطحان ووادي قناة ما زالت هي المناطق التي تشتهر بالمياه الجوفية، كثرة المياه الجوفية لكثرة الأمطار وكثرة السيول في فصل الشتاء، فتكون فيها المياه غزيرة، بينما في الصيف طبعا الجو حار والأمطار قليلة جدا، فيستفيد أهل المدينة من هذه الوديان الثلاثة. أول ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانت موبوءة يكثر فيها البعوض وتكثر فيها الحمى، كما ورد في صحيح البخاري أصيب بلال وأصيب أبو بكر رضي الله عنه بالحمى، ولعل مفتاح التغيير في حياة المسلم ومفتاح التغيير في المدينة المنورة كان بالدعاء، وهذا الجانب مهم جدا لأن صلتنا بالله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور. فلما جاءت أم المؤمنين عائشة كما ورد في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أصيب أبو بكر بالحمى وأصيب بلال بالحمى، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وانقل حماها، في رواية وانقل حماها إلى الجحفة وانقل حماها إلى ميهعة، ليس هذا موضوعنا، لكن موضوعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبيئة المدينة اللهم وصححها، فكانت أوبأ بلاد الله فصارت أصح بلاد الله. ثم بدأ بأعمال كثيرة صلى الله عليه وسلم، الحقيقة الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور كثيرة جدا، وكما ذكر أخي أبو عامر الأنصار استقبلوا أهل المدينة بل ضربوا القرعة على استضافتهم. من يفعل ذلك؟ والحديث المشهور في رواية وفاة عثمان بن مظعون يبين هذا الأمر، أنهم ضربوا قرعة حتى يقتسموا المهاجرين، وتناثر المهاجرون في أطراف المدينة وقاسموهم أموالهم. كان الناس يعيشون ضمن هذه المساحة، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أراضيهم، اتفق مع الأنصار اتفاقية مشهورة أنه أقرهم على أن كل أرض مسقية هي لهم، لا ينازعهم بها أحد ولا يقاسمهم بها أحد. وبدأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بإعطاء الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين أراض بعيدة، وشرع إحياء الموات كما ذكر أخي أبو عامر، من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا الموضوع سأتحدث عنه بالتفصيل. ولكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك توازن بيئي في المدينة المنورة، هذا التوازن البيئي فحمى الحيوان وحمى النبات صلى الله عليه وسلم،
ضمن معادلة تقوم على العلاقة بين الحيوان وبين النبات. فجعل عليه الصلاة والسلام هناك منطقة، هذه المنطقة التي ونضع عليها علامة نقاط حمراء منقطة، هذه المنطقة هي حرم الصيد، فحرم الصيد في هذه المنطقة ليضمن التوازن البيئي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، فنهى عن صيد الحيوانات، ولذلك هذه المنطقة تعرف في المدينة بحرم الصيد. بحرم الصيد، يعني الصيد هنا له أحكام نص عليها الفقهاء، ولذلك هذه المنطقة تسمى بحرم الصيد في المدينة المنورة، وهي المنطقة المحدودة بين جبل ثور وجبل عير من جهة الشمال والجنوب. وورد في الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حدها صلى الله عليه وسلم، وما بين اللابتين، ونهى عن الصيد فيها، بل جعل هنالك جزاء شديدا لمن صاد: من رأيتم يصطاد صيدا فلكم سلبه، يعني تصادرون ما صاده. فإذا هنا جعل هذه المنطقة في المدينة المنورة بهذه الحدود، وهي منطقة كبيرة تغطي المدينة كلها، في كل المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى منطقة كبيرة 44 كيلومتر تقريبا، في 35 كيلومتر تقريبا، ولن أتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع لأنه سيأخذ وقت طويل، وهناك كتاب كامل يفصل هذا الموضوع ويتحدث عن رواياته. فجعله حما للشجر، ولعل هذا فيه علاقة بموضوعنا بقضية إصلاح الأراضي. وهذه المنطقة 44 كيلو في 35 كيلومتر، كأنما عليه الصلاة والسلام جعل رؤيا للصحابة بعيدة المدى، كأنما يقول لهم: هذه المنطقة عليكم إعمارها، هذه المنطقة كلها الشجر له أحكام خاصة، لا يعضد شجره ولا يكسر ولا يؤخذ منه إلا ما يساق به الجمل، يعني إلا للضرورة القصوى. وجعل هذه المنطقة كلها منطقة حمى الشجر، ولذلك الفقهاء نصوا على حرمين في المدينة: حرم الشجر، حمى الصيد، وحرم الشجر. ثم عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا قضية إصلاح الأراضي وقضية العناية بالأراضي تحتاج إلى إصلاح التربة، فإصلاح التربة لابد أن تحيي هذه الأراضي، لابد أن تعالج المياه الراكدة، لابد أن تعالج قضية المياه. فبدأ يعطي أراضي للصحابة رضوان الله عليهم ليقوموا بإحيائها، وعملية الإحياء والزراعة تتضمن معالجة الري ومعالجة مشاكل الصرف، لأن الزراعة تقوم على أسس سليمة، ولا يمكن أن تكون الأراضي فيها مياه راكدة. ولذلك هنا لمسنا أراض عدة أعطيت للصحابة رضوان الله عليهم في مناطق بعيدة، مما دل على أن هذه المناطق لم تكن ملكا لأحد، وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يوزع ووسع النطاق. وطبعا هنا نحن أمام دراسة دقيقة جدا تعتمد على المساحة، تستطيع أن تحسب المساحة وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف مساحة المدينة المزروعة بالأرض التي أعطاها للزبير، وأرض الزبير نعرفها إلى يومنا الحالي، وهنا منطقة تسمى بركة الزبير، إلى اليوم في المدينة المنورة تعرف هذه المنطقة ببركة الزبير نسبة إلى أرض الزبير رضي الله عنه. وطبعا هذه أرض الزبير وردت في روايات في البخاري في الحديث المشهور لما أسماء رضي الله عنها كانت تمشي وتحمل النوى على رأسها، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية المشهورة، كانت قادمة من أرضها التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير. وهنا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للصحابة أراض بعيدة تبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 كيلومتر، فمعنى ذلك وسع النطاق كثيرا عليه الصلاة والسلام. وأرض الزبير اشتهرت بقضية السقاية،
أنها السقاية فيها تختلف عن السقاية ببقية المدينة التي كانت تعتمد على السواقي لكثرة أرض الزبير، جعل هناك رضي الله عنه بركة كبيرة جعلها مركزا للسقاية، وصار يوزع منها الماء إلى كل الاتجاهات، فاشتهرت هذه المنطقة إلى يومنا الحاضر. وأي واحد من الإخوة المستمعين الآن بإمكانه أن يكتب على الجوجل بركة الزبير ليرى صورة بركة الزبير إلى اليوم، الصورة الحقيقية لبركة الزبير الموجودة إلى يومنا الحالي، التي تعطينا مؤشرا مهما جدا على بعد المساحة التي جعلها صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي بزراعته للأرض. طبعا هناك أرض أقرب منها هي أرض العباس، ونعرف أرض طلحة رضي الله عنه عند وادي العقيق، نعرف أرض عمر، نعرف أرض عبد الرحمن بن عوف، ونعرف أرضا مباركة فيها 300 نخلة زرعت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، برواية تكتب بماء الذهب، رواية تدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى عنايته بهذا الجانب صلى الله عليه وسلم. فهذه المنطقة أحياها صلى الله عليه وسلم بيده، ضمن رواية طويلة مدتها 5 سنوات. نحن أمام حدث هنا في هذا المكان الذي أشير إليه، ونعرف المكان بعينه في المدينة المنورة في منطقة العالية، ومحدد المكان بستان سلمان وبئر الفقير ونخلات سلمان. وسلمان رضي الله عنه قصة عتقه رضوان الله عليه، كان قد كاتب صاحبه على 300 نخلة يزرعها وتثمر وعلى نواة من ذهب، فجمع له الصحابة النواة، لكن لما جاء إلى النخلات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحضر كل منهم ما عنده من الودي، أي من النخل الصغير، فتسابق الصحابة، هذا يحضر 50 وهذا يحضر 60 وهذا يحضر، وأمره أن يحفر لها، وجاء سيد الخلق وزرع 300 بيده صلى الله عليه وسلم. نحن أمام منطقة مباركة زرعت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة نخلات سلمان رضوان الله عليه وبستان سلمان رضي الله عنه. وهذه الحقيقة فيها أمر عظيم بقضية الحض على الزراعة وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بنفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموضوع الزراعة في المدينة المنورة يصاحبه العناية بالمياه. نحن أمام الآن 7 آبار رئيسية في المدينة المنورة اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف بالآبار النبوية، وهذه رواياتها طويلة والحديث عنها طويل جدا، لكن سأشير إليها: بئر بضاعة، وبئر رحاء، وبئر غرس، وبئر العهن، وبئر البصة، وبئر أريس، وبئر رومة. وهذه الآبار اعتنى بها صلى الله عليه وسلم، وتدل على أيضا حرصه على قضية المياه، وتعتبر نموذجا فعله صلى الله عليه وسلم لتكون للمياه عامة في الدنيا كلها، فوضع حدود حرم البئر واعتنى بالآبار، ووضع عليه الصلاة والسلام أحكاما خاصة، وغلظ على من أساء إليها أو أفسد فيها، وضرب لنا نموذجا رائحا جدا في العناية بهذا الأمر في كل جهات المدينة. يعني هنا تلاحظون في الجهة الشمالية وفي الجهة الغربية وفي الجهة الجنوبية وحتى في منطقة بعيدة، فاعتنى بالمياه صلى الله عليه وسلم وأولاها عناية كبرى عليه الصلاة والسلام. توزيع الأراضي على الصحابة، طبعا هنا قضية إحياء الموات ليست قضية متاحة ومباحة ودون ضوابط، كان يعطي كل صحابي أرضا ويتابعه، فإن أحيا الأرض أصبحت الأرض ملكا له، وإن أعطاه إياها فلم يحيي الأرض أخذت منه الأرض. فأعطى بعض الصحابة أرضا هنا عند العقيق، أرض مباركة،
غنية وفيها مياه ولكنه عجز عن إحيائها فأخذت منه. فإذا هنا متابعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لفتة مهمة جدا في قضية الزراعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مراعاة ظروف المزارعين. فكان صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسره ورحمته والرفق به، أنه كان يقدر ظروفهم وأمورهم فيذهب إليهم في بساتينهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه لفتة مهمة، أن نراعي ظروف الناس في قضية العمل وقضية. فما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمجيء إلى المسجد في كل وقت، بل كان يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم. وأحصينا روايات كثيرة جداً في ذهابه هنا إلى بني معاوية، في ذهابه إلى بني عبد الأشهل، في ذهابه إلى بني حارثة، في ذهابه إلى بني سلمة، في ذهابه إلى قباء كل يوم سبت، إما راكبا أو ماشيا. وفي رواية كان يخرج من بعض الضحى فلا يعود إلا مساء. فما معنى ذلك؟ أنه كان يدور عليهم في مزارعهم صلى الله عليه وسلم، ويتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم، بل يصل به الأمر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى بعض بساتينهم فيدعو لهم ويعلمهم قضية فرز الثمر ووضع أنواع الثمر كل واحد على حدة، الفرز والعلاج وقضية التصنيف. وحديث جابر رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفرق بين العجوة وبين عرق زيد. وهذا الحقيقة أمام نموذج كأنما يعيش الآن بالكود والتصنيف الزراعي، ويعلم الصحابة على أمور رضوان الله عليهم أكبر من عهدهم ومن عصرهم. وطبعا هناك قضية أنهم كانوا يخرجون النواة ويجففونها من أجل أن لا تفسد. وطبعا هنا نحن أمام أيضا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لتمر المدينة فضلا. هذه القضية جعلت لهذا الأمر أن الناس كلها في كل عصر من العصور تتسابق وتحرص على الزراعة، زراعة التمر، لما لهذا الأمر من الفضل العظيم. فلم يكن هذا الأمر قضية العناية بالزراعة فقط في عهده صلى الله عليه وسلم، بل جعل هذا الأمر إلى قيام الساعة، لأن الناس تحرص على فضل تمر المدينة، وخاصة تمر العالية، منطقة العالية، هذه المنطقة التي تبدأ من هنا تقريبا إلى جنوب المدينة، هذه كلها تسمى العالية، وما زالت إلى يومنا الحالي. ولعلكم تشاهدون في الصورة الجوية، هذه صورة جوية، كثرة المزارع في هذه المنطقة إلى يومنا الحالي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لهذا الأمر من الفضل في حياته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، نحن أمام رؤية استمرت 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، تضاعفت فيها مساحة المدينة المزروعة مرات ومرات. بحياته صلى الله عليه وسلم لمسنا أن الزراعة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن برؤيته صلى الله عليه وسلم وبوضع الخطة بحمى الشجر، جعل للمدينة المنورة مجالا للزراعة مفتوحا إلى قيام الساعة. فإلى يومنا الحالي لا يستطيعون تغطية هذه المنطقة التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام نموذج منه صلى الله عليه وسلم، يدلنا على رؤية بعيدة عليه الصلاة والسلام، تظهر فيها النبوة، يظهر فيها العمل المخطط بعيد المدى، تظهر فيها الأحكام الدقيقة التي وضعها صلى الله عليه وسلم، سواء بإحياء الموات، سواء بحرم الصيد، ليضمن التوازن في كل أمر من الأمور. سامحوني على السرعة في الحديث لئلا أخذ من وقتكم،
ومرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور عمار الملا على هذه الإضاءة الحضارية الرائعة في المجال الزراعي لما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بتضاعف مساحتها الزراعية أضعافا وأضعافا كثيرة، وإن شاء الله يكون لهذه الندوة ندوات متلاحقة ومتتابعة تجلي لنا الواقع الحضاري الذي بناه صلى الله عليه وسلم على أسس القرآن الكريم، واستمر فيما بعده الخلفاء الراشدون في بناء هذه الحضارة حتى وصلت إلينا، فرضي الله عنهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأجزل لك الله المثوبة والعطاء. ننتقل إلى القسم الآخر من ندوتنا، وهو القسم الأول فعلا القرآن الكريم مقدم، فإلى الزراعة في القرآن الكريم مع الدكتور عبد الرحمن الليثي، فمن يحدثنا هو مصري ماليزي يحدثنا من ماليزيا، فليتفضل مشكورا غير مأمور. ودخل معنا أيضا البروفيسور الدكتور ذو الكفل يوسف أيضا من جامعة ملاي ماليزيا، أهلا وسهلا به وبالإخوة جميعا. تفضل دكتور عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني في الحقيقة أولا أشكر كل من حضر هذه الندوة الطيبة، وخاصة المهندس أبو عامر والبيت الحمصي وكل من يقومون على هذا العمل، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور البروفيسور الدكتور محمد يعقوب ذو الكفلي محمد يوسف، والدكتور عبد اللطيف هو لم يحضر معنا في هذا اللقاء. يعني حقيقة موضوع الزراعة في القرآن، يعني أريد أن أذكر قصة هذا الموضوع. أنا درست في الزراعة، مهندس زراعي، لم أدرس في القرآن يعني كزراعة منذ البداية، ولكن درست في الزراعة كزراعة في قسم الأسماك في الكلية، ثم انتقلت إلى مرحلة الماجستير في جامعة ملايا، وكان المشرف الأول هو سعادة البروفيسور محمد يعقوب والدكتور عبد اللطيف. ويعني للأمانة العلمية، ف يعني سعادة الداتو هو من اقترح علي هذا الموضوع، وعندما بدأت في هذا الموضوع وجدت عجبا عجابا. يعني كنت لا أتوقع أن يكون هناك شيء في القرآن الكريم عن الزراعة، يعني الشيء الكثير يوجد في الزراعة في القرآن، ولكن ليس كما تخيلت أن الزراعة ستكون موجودة في القرآن. ولأن دراستي في الأزهر، فنحن عندنا خلفية شرعية، درسنا التفسير ودرسنا أشياء أخرى كثيرة، ولكن لم ندرس الزراعة في القرآن. فعندما بدأت هذا الموضوع وجدت عجبا عجابا. إن شاء الله سأعطي ملخص يعني لهذا الموضوع، لأن الموضوع كبير ويحتاج إلى وقت طويل، ولذلك سأختصر بقدر ما أستطيع إن شاء الله. يعني أولا في هذا العرض مقدمة وأهمية الزراعة ومفهوم الزراعة في القرآن، وهو طبعا هذا هو التفصيل سيكون في الجزء الثالث من هذا العرض وخاتمة إن شاء الله. بداية، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآية في سورة فصلت الآية 53. يعني هذه نظرة عن موضوع الزراعة. الله سبحانه وتعالى خلق الزراعة وخلق الإنسان والحيوان والحيوانات وجميع الكائنات، ثم جعل الإنبات وهو الذي ينتج من الزراعة. الإنبات هذا هو الناتج الأول للزراعة، فكل زراعة يوجد فيها عملية الإنبات، والإنبات هذا يستفيد منه الإنسان ويستفيد منه الحيوان ويستفيد منه جميع الكائنات. ولذلك لو نظرنا للزراعة سنجد أن الزراعة هي آية كونية وآية ربانية. الله سبحانه وتعالى قد جعل الزراعة وقد ذكرها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم ذكرت فيه الزراعة وهو السبيل إلى معرفة كل العلوم. فمن اتبع هدى الله عز وجل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن القرآن وعن ذكر القرآن فإن له معيشة ضنكا. فالقرآن الكريم هو بحر العلوم، وفيه آياته وأسرار، وفيه آياته وأسرار ما في الكون. ومن أهم ما ورد في القرآن الآيات التي تناولت موضوع الزراعة، وقد فصل الله في القرآن الكريم كل ما يخص هذا الكون بما فيه الزراعة وما ينتج عنها من نباتات وثمار وطعام وغذاء ودواء وكساء. ولذلك يعني إن شاء الله يعني سأعلق على هذا الموضوع في عجالة سريعة، وتكمن أهمية الزراعة، وهذا الجزء الثاني يعني تكمن أهمية الزراعة أن لها دور كبير في حياة الإنسان والحيوان وجميع الكائنات، فهي من المسببات الهامة لحياة الإنسان والحيوان واستمرارهما على وجه الأرض. طبعا الزراعة في القرآن الكريم كمفهوم قد وجد لها ثلاث صور. عندما بحثت في هذا الموضوع وجدت أن صور الزراعة التي جاءت عليها الزراعة في القرآن على ثلاث صور. أولا يعني سأذكر لكم في عجالة سريعة مفهوم الزراعة في القرآن. عندما بحثت في هذا الموضوع وجدت أن الزراعة في القرآن تتعلق يعني بالفائدة العامة، وقسمت هذه الفائدة إلى مجالات مختلفة: المجال الاقتصادي، والناحية الإيمانية والجمالية والغذائية، ونواحي أخرى في الحياة. فالناحية الاقتصادية يعني يستفيد الزراعيون من الزراعة فرص العمل والاكتفاء الذاتي، فالدول المتقدمة أو التي عندها اقتصاد قوي يكون عندها اكتفاء ذاتي، أي تنتج غذائها بنفسها، فطبعا يكون إنتاج الغذاء الأساسي من الزرع. وقد ذكر في القرآن أيضا أن الزراعة تفيد أو تؤثر على الناحية الإيمانية، ويأتي ذلك عن طريق التفكر وحقائق والحقائق الظاهرة ومنها الغيبية. هناك حقائق ظاهرة وحقائق غيبية. كما ذكر في القرآن أيضا أن الزراعة تؤثر على الناحية الجمالية، منها الحسية المتعلقة بالرؤية ورؤية النباتات الجميلة والأشياء التي تريح النفس، وهذه من الناحية المعنوية. كما ذكر في القرآن أيضا أن الزراعة تفيد أو لها أثر إيجابي على الناحية الغذائية للإنسان والحيوان وجميع الكائنات، ونواحي أخرى منها الدواء والكساء والمسكن.
يعني هذا بشكل مختصر يعني الدراسة تمحورت حول هذه الأشياء التي ذكرتها لكم. الصور التي جاءت عليها الزراعة في القرآن الكريم، هناك ثلاث صور رئيسية وجدتها من خلال الآيات. أولاً، هناك أمثلة بالممدوح والمذموم من خلال الزراعة في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي أيضاً، هناك ناحية الإعجاز العلمي الزراعي في القرآن الكريم. وأما الناحية الثالثة أو الصورة الثالثة، الأوامر والنواهي والتعاليم الربانية المتعلقة بالزراعة في القرآن. سأذكر لكم أمثلة على هذا الجانب، يعني آيات من القرآن والتي ذكر الله فيها الأمثلة أولاً التي تتعلق بالزراعة. فالله سبحانه وتعالى استخدم الزراعة في التمثيل لشيء معين، مثلاً للترغيب أو للترهيب أو غير ذلك. فأولاً مثلاً في ضرب الأمثلة، الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فورد في سورة البقرة في الآية 261، الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني من خلال هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى يعطينا مثال بالإنفاق، وأن الإنفاق هذا الإنفاق كمثل الذي يزرع زرع أو يعني حبة أنبتت سبع سنابل كالأرز أو القمح الذي فيه السنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فمن خلال هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحثنا على الإنفاق، وأن الحبة الواحدة التي تزرع ثم تنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهذه دعوة للعمل الصالح. وفي ذلك حث على كثرة الإنفاق من خلال ضرب مثال متعلق بالزراعة وخصوصا الإنبات. وهناك مثال آخر، يعني الهداية إلى طريق الله عز وجل، ورد في سورة النور في الآية 35، الله سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ففي هذه الآية تمثيل بالحبة بالزيتون الذي يضيء، أو زيت الزيتون الذي فيه ضوء. ويعني الشاهد في الآية أن هذا الشيء يتعلق بالزراعة، يضرب الله فيه مثلا في أن نور الله سبحانه وتعالى في الأرض كمثل المصباح المضاء المستخدم في إضاءته زيت الزيتون الذي يخرج من الشجرة المباركة، شجرة الزيتون. وهناك أمثلة أخرى، ولكن أنا سأذكر هذه المثالين فقط. ومن صور ضرب الأمثلة أيضا، الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء مذمومة، ولكي يحذرنا من هذه الأشياء، وقد استخدم في هذا أشياء تتعلق بالزراعة. ومن ضمن هذه الأشياء الاغترار بالحياة الدنيا والغفلة عن الآخرة، فقد ورد في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعطينا مثال الذي يغتر بالدنيا ويظن أنها جميلة كمثل زرع زرع وفرح صاحبه به ثم يهيج فتراه مصفرا يعني اصفر هذا الزرع وهلك وذهب كل شيء. فالذي يغتر بالدنيا ويحبها أكثر من الآخرة ربما يحدث معه مثل ذلك في أنه في الآخرة لا يجد شيء، ولذلك لابد من الانتباه لمغريات الحياة. فهذا المثال فيه دعوة إلى الطمع في الآخرة أكثر من الدنيا والتذكر دائما بأن الدنيا دار ممر ليست دار مستقر. والمثال الآخر جزاء إنفاق الكافرين في الدنيا عند الله، وهذا شيء يعني ربما يظن بعض الناس أن هذا شيء حسن ولكن إنفاقه ليس له فائدة. الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فطبعا المثال واضح، فإنفاق الكافر كمثل الزرع أصابت حرث قوم، هناك ريح جاءت وأخذت وأهلكت الزرع وما فيه. فطبعا المثال واضح جدا. ومن صور ضرب الأمثلة أيضا حال المخلصين المنفقين المخلصين وحال المنفقين المرائين. وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فهذا يعني آية ذكر فيها التفريق بين الخبيث والطيب. ثم هناك آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذه الآية تفيد بأن الزراعة في الأماكن المرتفعة ذات جودة أفضل من الزراعة في الأماكن المنخفضة. وهذا المثال يدلنا على أن الإنفاق إذا صاحبه الإخلاص سيكون له جودة يعني أعلى عند الله عز وجل. فهذا تمثيل بشيء زراعي، وهذا شيء زراعي واقعي وحقيقي. وقد يعني ذهبت إلى أماكن في إندونيسيا وغيرها وتأكدت من هذه الحقيقة، يعني في أن الزراعة في المرتفعات تكون لها جودة أفضل وزراعتها تكون أخصب وفيها خصوبة عالية جدا والثمار فيها تكون عالية الجودة. وهناك أمثلة أخرى ذكرت في القرآن الكريم يعني لا أريد أن أطيل. فيعني هناك مثلا شكر النعمة وغير ذلك من الأمثلة. سأدخل إلى الصورة الثانية من الصور التي ذكرت فيها الزراعة في القرآن، هي صورة الإعجاز العلمي الزراعي. سأذكر العناوين فقط لكي لا أخذ الوقت، يعني لكي لا أخذ وقت طويل. فهناك أشياء تتعلق بالإعجاز العلمي الزراعي. أول شيء هو تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق دون غير، فكل شيء زراعي قد خلقه الله، لا يستطيع أحد أن يخلق شيئا زراعيا ولو كانت ذرة. وهناك آيات كثيرة ذكرت في ذلك، أذكر منها قوله تعالى
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهناك آيات كثيرة ذكرت في هذه في هذا الإعجاز في إعجاز الخلق. أما من ناحية الإعجاز الشيء الثاني هو في تفرد الله عز وجل لعلم أسرار الكون، فهناك أمور غيبية تتعلق بالزراعة وتكتشف كل يوم، الزراعيون يكتشفوا كل يوم شيء جديد يتعلق بالزراعة ويبحثون كل يوم عن الجديد حتى يحصلوا على المحصول الكثير أو حتى ييسروا عملية جمع الثمار وغير ذلك. ويعني ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية كريمة في يعني قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالآية واضحة، فكل شيء يتعلق بالزراعة الله سبحانه وتعالى يعرفه، وأما الإنسان فيعرف القليل فقط ويبحث حتى يعرف الكثير عن الزراعة. أما الأمر الثالث المتعلق بالإعجاز هو تفرد الله عز وجل بالقدرة على الإنبات، فلا يستطيع أحد أن ينبت شيئا، فقط يضع البذرة في داخل التربة ويتركها وهي تنبت بنفسها، رغم أن العلم الحديث قد اكتشفوا أشياء ولكن لم يأتوا بجديد، هم فقط يضعون يعني يغيرون الأجواء، ولكن كل المواد التي يحتاجها النبات يضعونها أيضا حتى ولو زرع بدون التربة. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ولذلك الإنسان يسعى ويزرع ويفعل كل شيء ولكن الذي ينبته هو الله سبحانه وتعالى. وهناك آيات أخرى تناولت هذه القضية. أما الشيء الرابع المتعلق بالإعجاز تفرد الله عز وجل بتقدير كل ما في الكون، وهناك آيات كثيرة ذكرت في القرآن تتعلق بالقدر. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ويعني هناك آيات أخرى ذكرت في القرآن تتعلق بقضية القدر وتفرد الله عز وجل بالقدر. والشيء الخامس المتعلق بالإعجاز هو تفرد الله عز وجل بالإذن في كل مجريات الكون، وهناك آيات ذكرت في ذلك أيضا. أما بالنسبة للصورة الثالثة التي ذكرت فيها الزراعة في القرآن هو الأمر والنهي فيما يتعلق بالزراعة، فسأذكر العناوين فقط. مثلا الأمر والنهي ذكر في أشياء كثيرة، وأهمية هذا الأوامر والنواهي أنها تعاليم ربانية، الذي يتبع هذه التعاليم وينقاد لطاعة الله عز وجل فسيحصل له البركة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهذا في الحقيقة حدث في إندونيسيا، ذهبت إلى أحد المؤسسات الزراعية وذكروا لي أنهم أخذوا قرارا في بعض البساتين أن يتركوا المزارع ويذهبوا إلى صلاة الظهر يعني في الساعة 11
يرجع المزارع إلى بيته ويستعد لصلاة الظهر، ثم يكمل بعد الصلاة أو بعد الاستراحة. ولكن بعض المزارعين لم يلتفتوا إلى هذا القرار واستمروا في زراعتهم حتى العصر، ورجعوا بعد ذلك وتأخروا الصلاة. والذي حدث هو أن الذي التزم بوقت الصلاة قد حصل، يعني حصل على محصول أكثر من الزراعة، أكثر ممن فرط في وقت الصلاة. فطبعا الأوامر والنواهي المتعلقة بالزراعة موجود منها يعني أشياء كثيرة سأذكرها في عجالة: العبادة لله وحده وعدم الشرك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تأتي الآية بعدها، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهناك آيات أخرى وهناك أوامر ونواهي أخرى كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. ويعني لذلك يعني هناك أشياء تتعلق بالزراعة كثيرة موجودة. والخاتمة والخلاصة: الدراسات المتعلقة بالزراعة لم تقتصر على الدراسات المعملية فقط، يعني ولها أصل واضح. الزراعة لها أصل واضح، المعالم في القرآن الكريم، حيث أظهر الله تفاصيلها في بعض المواضع وأخفاها في أخرى لإثبات عظمته، وهذا طبعا في القرآن الكريم. الآيات القرآنية المتعلقة بالزراعة اشتملت على سور متعددة ذات مغزى معين أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم به البشرية بعض المفاهيم والتعاليم الربانية. فجاءت صور ضرب الأمثلة للحث على ما هو ممدوح من العمل والبعد عما هو مذموم. وقد جاءت صور الإعجاز العلمي للتعريف بالخالق عز وجل وقدرته، وقد جاءت صور الأوامر والنواهي للتعريف بالتعاليم الربانية الكفيلة بإصلاح الفرد والمجتمع. وأخيرا: الزراعة هي شريان حياة الإنسان والحيوان والكائنات الأخرى، فهي ليست متوقفة على سد احتياجات المجتمع من الغذاء والصحة والعيش والزينة الجمالية والاقتصاد فحسب، ولكنها ذات أهمية كبيرة من الناحية الإيمانية بشكل عام. أشكركم على حسن المتابعة، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن على هذه الإضاءة القرآنية أو على الزراعة في القرآن الكريم، فبارك الله بك. وأريد أن أتلو هنا من سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. نرجو من الله عز وجل أن يحيي بلاد المسلمين جميعا بكرمه وجوده وحنانه. أود بداية أن أخذ مداخلة من البروفيسور الدكتور يوسف ذو الكفل يوسف، فليتفضل في 5 دقائق. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بك وأقول لك أنك أخذت الجنسية الحمصية بجدارة.
شكرا، أنتم دائما تحسن الظن بي وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الأخي أبو عامر وأستاذ دكتور عبد العزيز وشيخ عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن المؤنس. حقيقة أنا لا أستطيع أن أضيف على كلماتهم الطيبة الجميلة المفيدة، وأيضا بناء على دراسة عميقة متعمقة. أنا استفدت وحسن استماع إلى ملاحظات منهم كلهم جميعا، بل والله رأيت أن الموضوع الزراعة في القرآن الكريم من مواضيع التي لا بد من أن نوسعها، فكلفت دكتور عبد الرحمن خلال فترة دراسته الماجستير والدكتوراه وتعمق فيه، بل زاد بقضايا أخرى ميدانية، واستغرق أيامه في إندونيسيا لبحث عن دراسة تطبيقية من خلال آيات الكريمة، فاستفاد منه كثيرا. وأنا أيضا حقيقة تعجبت من إنتاجه العلمي، وقلت له يا أخي لا تنتهي لما حصلت على الشهادة الدكتوراه، بل توسعه إلى دراسات أخرى بإذن الله، وممكن ببركة البيت الحمصي ممكن يعني تساهم، ممكن أبو عامر أنت تساهم في تأييده في تأسيس هذه الدراسة التطبيقية. بارك الله فيكم يا أخي، وأنا دخلت متأخر قليلا لأن كان عندي لقاء، ولكن استفدت ورأيت يعني الخطة، الخطوات، كيف الزراعة أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله دراسة رهيبة جدا. لو استدركت بأن أستاذ دكتور عبد العزيز سوف يلقي هذه الكلمة، هناك الأخ الحبيب في المدينة المنورة، رجل موسوعي متخصص في المدينة المنورة. أنا لكل مرة ذهبت إلى المدينة زرته ورأيت إنتاجاته العلمية موسوعية، لكن لا بأس، ممكن أيام أخرى إن شاء الله. وبارك الله فيكم يا أخي الحبيب، ما عندي إلا قليل، واستفدت من إن شاء الله حسن استماع إلى محاضراتكم القيمة. السلام عليكم. جزاك الله خيرا دكتور ذو الكفي على هذه الثقة وعلى هذه الكلمات. إن شاء الله الدكتور عبد الرحمن يتابع بتوجيهاتكم ما ألمحتم إليه، وأنتم زوجتموه من عندكم، هذا يعني من ثمرات وجوده في ماليزيا. ومعنا الآن الدكتور عبد العزيز المصري، وهو اختصاصي في موضوع الزراعة بداية، والمياه، مياه العامة، مشاريع المياه والمشاريع الزراعية بشكل عام. فأرجو أن آخذ منه مداخلة بخمس دقائق أيضا. تفضل دكتور عبد العزيز. بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لترب المدينة التي تشرفت بأقدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهواء المدينة الذي نظفه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما شكوا له الأوبئة. فطبعا سأتحدث بسرعة هائلة جدا. أنا بفضل الله مؤلف كتاب قانون مياه في الإسلام. لا بطل، خلينا أقول لك دقيقة صفحة. نعم بإمكانك تأخذ. أنا بدي الله يجزيك الخير. الواقع، الشيء اللي عمله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنا راح أستعرض بسرعة عناوين. أولا، أهل مكة هن أهل تجارة باستراتيجيتها، وأصلا ما فيها زرع، يعني وردت عن لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه في أرض غير ذي زرع، فأهل المدينة أهل زرع. لذلك وقت اللي إجوا المهاجرين من مكة إلى المدينة بدهم يشتغلوا. هلا اللي ما عنده مهله كله راح باتجاه الزراعه، اذا اول باب من ابواب فائده الزراعه في المدينه المنوره هو عباره عن فرص عمل، تامين فرص عمل. الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فضيله الدكتور عمار، يعني ما رضي ان يقاسموا البساتين، نحن اكفونا المؤونه ونشارككم في الثمر. هلا الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم ماذا فعله في المدينه
أنا بقول هو طبعا لا شك هو تعميم لكل شيء، لأنه وما ينطق عن الهوى وهو للناس كافة. اللي فعله الحبيب الأعظم في المدينة وفي ضواحي المدينة هو يعني نحن بنسميه المشروع الرائد بالإنجليزي البايلوت بروجكت، عبارة عن مثال عملي تطبيقي مثل ما ذكروا المحاضرين الكرام فضيلة الدكتور عبد الرحمن وفضيلة الدكتور عمار، أنه كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يشاركهم حتى في عد السمر، يشاركهم في متابعة الأراضي. إذن كان عبارة عن نموذج عملي مثل مراكز البحوث، نموذج عملي لأمور الزراعة. عندما يعني الاثنين، أول شغل عمل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هو بث الروح المعنوية، يعني الأمور المعنوية رفعها، مثلا حرفة الزراعة هي ذات الدخل الحلال، هذه يد، وقال له لسيدنا معاذ، هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد لا تمسها النار. يعني فإذا رفع الروح المعنوية. اثنين، سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره، ومنها أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا. لاحظ قبل حتى أو المسجد أو ورث المصحف إلى آخره. فإذا هاي الأول صورة المعنوية. الصورة الثانية، المهاجرين دخلوا، يعني خلينا نقول اللي ما عنده مهنة دخل في الزراعة مثل يعني يساعد، خلينا نقول أقرب للعامل، يعني أقرب للعامل. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع إحياء الموات على تماس مباشرة مع موضوع الزراعة، يعني وهذا هو مبدأ من أهم المبادئ في موضوع استصلاح الأراضي، وهو مبدأ طويل طبعا كتير. البداية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تأجير الأراضي الكرة، لأنه يا عندك أنت بتشتغل بإيدك طبعا لحب العمل، يعني لحب العمل، ونحن بنتذكر قدسية العمل في القرآن الكريم عندما خاطب الباري عز وجل لستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، هزي إليك وهي في حالة الولادة، وهي في حالة أضعف حالة ما بين الموت والحياة، ما في معها لا محارم ولا نساء ولا قابلات ولا شيء، لكن قدسية العمل حتى في هذه اللحظة. وكان الباري عز وجل قادرا أن يسقط التمر في فم ستنا مريم. فكان نهى النبي عليه الصلاة والسلام في البداية عن تأجير الأراضي عن الكراء، اللي بيشتغلها بيشتغلها، واللي ما بيشتغلها أو ليمنحها أخاه، يعطيها لأخاه. بعد الاستقرار شرع الكرة، شرع تأجير الأراضي، لأنه توسعت الأمور وتوسعت الأمور الكرة. مثل ما تفضلوا المحاضرين، يعني لم يبقوا لي شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بتوسيع الدوائر الزراعة في المدينة. الوديان التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام في توزيعها طبعا هي عبارة عن أراضي عامة، لم يمس النبي عليه الصلاة والسلام أراضي الأنصار مطلقا مثل ما قلتوا كلياتكم، إنما الأراضي البور، الأراضي اللي ما إلى حدا، بدأ بتوزيعها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها طبعا أول شيء شجع على أراضي الوديان لأنها سهلة، موضوع المياه بطحان والعقيق ومهدور وقناة ورانوناء ووادي القرى وأوج وغيرهم من الوديان. بعدين بدأ بتوزيع الأراضي على الصحابة الكرام من المهاجرين، يعني سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي كرم الله وجهه، وسيدنا الزبير وإلى آخره. لكن أنا بدي أقول لكم شغلي، نقطة التحول في الكفاية الزراعية والانتقال إلى حد الشبع كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، هو أحداث خيبر، هو فتح خيبر. بعد ما فتحت خيبر وفيها مساكن كثيرة فاضت، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهم أهل خيبر من المزارع، بس طبعا وضعوا شروط للاستثمار وإلى آخره، فعندها ذلك شبعوا وبدأت حالة الاستقرار الزراعي الكبير جدا. النقطة المهمة اللي يعملها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، مثل ما أنا موضوع طويل جدا، هو عبارة عن موضوع في كتاب 273 صفحة موثق، وهو موضوع الخلافات، تنظيم الري بعد ما توسع، خاصة موضوع أرض سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه والأراضي الأخرى. وضع النبي عليه الصلاة والسلام بدأ طبعا لا شك من خلال العمل ومن خلال كلياتنا لابد ما يكون في شوية مشاكل، لأنه ممكن يكون واحد جديد على المهنة، ممكن يكون لا متشبس برأيه. فالحديث اللي طبعا أنا بحثت فيه بباب كامل في فضل المنازعات الدولية، لأنه فضل الله عز وجل أعكست أنا قانون كتاب قانون مياه في الإسلام على القانون الدولي. فقانون مياه في الإسلام الهيكل العظمي هو قانون دولي، واللحم كله إسلامي، إسلامي بحت. فصارت المنازعة ما بين سيدنا الزبير أنه بدي مرر مياه لأرضه من الأعلى
من أحد أراضي الأنصار ورفض الأنصار. طبعا النبي عليه السلام أجبره بذلك وشرع بقاعدة المبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان، أيضا مبدأ عدم التسبب بالضرر. هذول مبدأان في القانون الدولي من الأهم المبادئ اللي نحن تعلمنا فيهم واشتغلناهم. سأتكلم بسرعة أفضلية وضع النبي عليه السلام، ترتيب لأفضلية. أول شيء طبعا القرآن الكريم هو الذي وضع، هو الذي علم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أولا لمياه الشرب ثم للشجر، يعني طبعا الآية الكريمة بسورة النحل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه. إذن أول شيء شراب. اثنين، أنا راح أقول لكم شغلي أنه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وضع قواعد كبيرة جدا في موضوع قواعد مياه الشرب، وكان يعني يستسقى للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كان يحب المياه من مياه من آبار السقيا وكان يشجع الآبار. طبعا أمور كثيرة جدا كنا نحكي فيها كيف دور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في حماية المياه من التلوث والحفاظ عليها وعدم الإسرافية. طبعا قواعد كبيرة جدا ما يعني لا نستطيع أن نذكرها الآن كلها، لكن أنا بقول لكم شغلة كتير مهمة أنه يعني الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذه القواعد، قواعد حفظت بذلك المياه وعاد ترتيب إدارة المياه المانجمنت يعني، وبالتالي شرع أمور كثيرة جدا مثل ما قلنا عبارة عن نماذج تطبيق عملي لأفعال وأقوال وتقريرات النبي عليه السلام، كلها وضعت كنموذج تطبيق عملي في هذه الأمر. أنا راح أقول لكم شغلي وحدي بس، في المدينة المنورة هناك قطع صغيرة سواء كانت آبار أو هي ثمن لدخول الجنة، فبئر روما هو ثمن لدخول الجنة، عبارة عن كرت، يعني عبارة عن، أنا طبعا تشرفت بهذا البئر ونزلت إليه مع البروتوكول الملكي وكذا وإلى آخره، يعني كان ممنوع الدخول عليه، وجلست على بئر سيدنا عثمان محل ما جلس الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن قطع من هذه الأعمال اللي اليوم البحث يا سيدي أبو عامر الله يجزيكم عنا كل خير على أهمية هذا البحث، لأنه في قطع صغيرة هي ثمن للجنة. وأنا راح أقول لكم شغلي وحدي، طبعاً ما راح أتوسع أكثر من هيك لأنه الموضوع هذا عنوان لك في محاضرة قادمة، ثمن الجنة. بس أنا إن شاء الله تعالى بس راح أقول لكم شغلي أن المدينة المنورة يعني الله سبحانه وتعالى جل الصانع العظيم أقل من دقيقة جعل نماذج في الأرض من صناعة السماء، وسيجعل نماذج من صناعة الأرض من صناعته في السماء. فالحجر الأسود الشريف ومقام سيدة إبراهيم هما من صناعة السماء، ليس له علاقة في صناعة الأرض ولا بموادها. وأيضا في المدينة المنورة حتى الباري عز وجل يحدد التوازن أن الروضة الشريفة وأحد هن عبارة إلى سيكونان في الجنة إن شاء الله تعالى. لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. سلام. الله يبارك فيك.